درس اليوم راح نتكلم عن الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. يلا خلينا نبدأ. درس اليوم راح أتكلم لكم عن الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. طبعا أنا مسوية درس تفصيلي شرح لكم شلون الطريقة إنكم تسوون الغرزة العدلة knit stitch والغرزة المقلوبة اللي هو pearl. فالحين أنا بعطيكم بعض المعلومات عن الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. بشكل عام لما نشتغل على الغرزة العدلة، إذا سوينا كل الأسطر غرزة عدلة حيعطيكم هذه النكشة اللي شايفينها هني. شوفون هذا شلون كذي طالع، شلون بارز. هذا كله لأني سويت الأسطر كلها غرزة عدلة. لما أي أشتغل سطر غرزة عدلة وسطر غرزة مقلوبة راح يكون عندي هذه النكشة. هذه النكشة مثل ما انتو شايفين صاير مثل كذي حرف ال V، كأن حرف ال V داخلين ببعض. أغلب المشاكل اللي تصير إن هذه النكشة مالت حرف ال V تكون على جهة، وبعدين فجأة تصير الجهة الثانية ما يدرون ليش. الحين راح أشرح لكم ليش يصير هالشي وشلون تقدرون إنكم أنتوا تتفادونه. المفروض لما نشتغل على هذه الغرزة، سطر غرزة عدة، سطر غرزة مقلوبة، ساعات إحنا نترك الشغل فترة وبعدين نبي نكمل. الحين لما نطالع نقول أنا سويت غرزة عدلة ولا غرزة مقلوبة، إذا ما كنا كاتبين على ورقة ساعات يخربط، ما ندري إحنا شنو سوينا وين وصلنا، والمفروض نسوي سطر النت ولا سطر البيرل. لاحظوا الحين لما إيه هني أشوف المشروع، لاحظوا إن ما في أي عقد أو شيء على الغرزة. شنو أقصد بعقد؟ لما أقلبها هالجهة شوفوا هني أكو في مثل كذي، هذا شوفوا هني هذا اللي كذي طالع، تشوفونه هذا اللي بارز، هذه هي العقدة. طبعا احنا دائما لما نشتغل يكون الابره اللي عليها الشغل جهه اليسار، فراح اجي اشتغل بهالطريقه، فراح اشوف امامي قدامي هني فيها العقده اللي مساعد تكلمت عنها ولا لا. لاحظوا انه ما في، فمعناته المفروض اني انا اشتغل غرزه عدله. خلينا نفرض ان احنا ما كنا نعرف هالمعلومه ورحنا واشتغلنا بدال لا نسوي غرزة عدلة راح نسوي سطر غرزة مقلوبة. فأنا الحين راح أشتغل سطر غرزة مقلوبة بس عشان أوريكم شنو راح يصير. طبعا أنا الحين قاعد أكمل غرزة مقلوبة اللي هو البيرل بيرل ستيتش، وأنا عند روحي إن المفروض إني أسوي بيرل، ما كنت متأكدة. فاللي راح ألاحظه الحين تقريبا باقي لي 4 غرز. فهذه هي آخر غرزة. فأنا الحين خلصت السطر، سويت غرزة مقلوبة. زين لما أي أقلب أحس إن كنا في شيء غلط، لأن لاحظوا هني شلون بدأ يطلع عندكم هذا العقد، أنا أسميها هذيلا شلون بدأوا يطلعون. هذه بداية أو هذا يغششكم إن في شيء غلط. خلينا نفرض إنكم ما انتبهتوا، فأنتم متعودين إن تسوون غرزة مقلوبة وبعدين وراها غرزة عدلة. فأنا الحين راح أشتغل سطر كامل غرزة عدلة. لاحظوا الحين وأنا قاعدة أشتغل بالغرزة العدلة، أنا قاعدة أشتغل بالإبرة الدائرية كأني قاعدة أشتغل بالإبرة العادية، بمعنى أنا مو قاعدة أشتغل بشكل دائري، لا أنا عادي كأنها إبرة عادية قاعدة أخيط، وبعدين قاعدة أغير أماكن الإبر بحيث أنه دائما المشروع اللي لما أكون شغال عليه دائما يكون جهة اليسار. الحين خلصت، حلو. الحين لما اي اقلبه هني راح تلاحظون ان عندكم غلطة، لان شوفوا شكلها تغير، صار كذي بارز. شوفوا هني شلون مو بارز وهني بارز، فراح تعرفون ان في شي سويتوه غلط وما تدرون شنو هو. هو باختصار ان انتو عكستوا الاسطر، بدال تسوون السطر غرزة عدلة بعدين مغلوبة، سويت مغلوبة بعدين عدلة، فعشان كذي طلع هذا الشكل. الفكرة الثانية اللي أبي أوضحها، الحين شوفوا هذه القطعة قدامي، كل الأسطر مسويتهم غرزة نت اللي هو الغرزة العدلة، ما في أي غرز مغلوبة، كلهم غرزة عدلة. إحنا دايما متعودين لما نخيط يكون المشروع على إيدنا اليسار ونخيط بشكل طبيعي. خلينا نفرض إن إحنا ما عكسنا الاتجاه، خليناه على نفس الاتجاه واشتغلنا غرزة عدلة. فراح أشتغل أنا الحين غرزة عدلة مثل ما أنتم شايفين، بس الفرق ان انا ما غيرت الاتجاه اللي هو
الإبرة اللي فيها الشغل ما حطيتها صوب اليسار، حطيتها صوب اليمين، وراح أكمل أشتغل بشكل عادي. فراح أكمل بنفس الطريقة طول السطر، وراح أشوفكم بعد ما أخلص. فالحين وصلت حق آخر سطر، سويت سطر كامل نفس الطريقة اللي وريتكم. راح ألاحظ شغلة بالمشروع، ما أدري إذا واضح عندكم أو لا، بس الغرز اللي موجودة هني صار كأني مسوية سطر بيرل، ما صار كله غرز نت. ما أدري إذا واضح عندكم أو لا. خلي أسوي بعد سطر نت اللي هو سطر غرزة عدلة، بس هالمرة راح يكون على إيد اليسار نفس كل مرة اللي أسويه يعني. فأنا الحين خلي أشتغل عادي غرزة عدلة لما آخر السطر، فهذا هو خلصت السطر. شوفوا الفرق، شوفوا شلون هني بدأ يتكون حرف ال V، وهني الجزء الأول كان بارز وهني ما صار بارز. شنو السبب من هالشي؟ لأن إحنا ما غيرنا اتجاه الإبرة، بمعنى ان احنا لما خلصنا السطر ما نقلنا الابرة من ايد اليمين لليسار، فعلشان كذي صار عندنا سطر كأني قاعد اشتغل غرزة بيرل. لما نشتغل على الابر الدائرية، اذا كنا نشتغل بشكل دائري، اذا سوينا كل الاسطر غرزة نت غرزة عدلة، راح يتكون عندي نكشة شنو؟ سطر غرزة نت سطر غرزة بيرل. وهذه هي المعلومات اللي حبيت اقدمها في درس اليوم. إذا عندكم أي أسئلة أو حسيتوا أن في شيء حابين أني أعيده، عادي مو مشكلة، كتبوا لي بالكومنتس تحت هالفيديو، أو إذا عندكم أي أسئلة ثانية إن شاء الله راح أحاول أفيدكم كثر ما أقدر. إذا عجبكم الفيديو بليز لا تنسون تحطوني لايك. حابة أشكر متابعتكم، مع السلامة.